تنضم إلينا مراسلتنا من تونس أميرة مهذب. أهلا بك أميرة. أميرة، دخل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل على ضمن المواقف الرافضة لإجراءات السعيد. ماذا يعني هذا الموقف للشارع التونسي؟ ما الذي يمكن أن يدفع به؟ نعم صبا، الاتحاد العام التونسي للشغل هو اعرق المنظمات النقابيه هنا في تونس، ولديه يعني وزن كبير في المشهد السياسي التونسي. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لطالما مسك العصا من المنتصف منذ قرارات 25 من يوليو، اليوم يعني هناك بعض التغيير في بعض النقاط في موقفه. ابرز النقاط التي اتى بها بيان الرسمي الذي اصدره الاتحاد منذ قليل هو يعني اعلانه صراحه رفض اعتزام رئيس الجمهوريه تعليق العمل بالدستور، ويعني اعتزامه تنقيح الدستور والقانون الانتخابي بصفة مفردة، يعتبر أن هذا أو هذه الخطوة يجب أن تحتكم إلى مشاركة الأحزاب ولا تغيب المنظمات، وأن ما قام به رئيس الجمهورية من إصدار الأوامر الرئاسية الأخيرة هو يعني تهديد حقيقي للديمقراطية وللتشاركية في تونس. حذر أيضا في نقطة ثانية الاتحاد العام التونسي للشغل من أن القرارات والأوامر الرئاسية التي يعني يسيطر فيها رئيس الجمهورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية أنها دون سقف زمني، ويحذر أيضا من أن تكون هذه الحالة الاستثنائية حالة مؤبدة. أيضا أشار إلى نقطة مهمة وهو يعني إعلان رئاسة الجمهورية خلال المراسيم الرئاسية التي أصدرت أول أمس بالتخلي أو تعليق عمل الهيئات الدستورية، الهيئة الوحيدة المتبقية التي تراقب دستورية القانون. وقال الاتحاد أيضا في نقطة أخرى أن يجب تشكيل حكومة على نهج سريع أو على أسرع وجه لتتفرغ يعني التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس. هنا من خلال هذه يعني النقاط الرئيسية التي أتت في البيان، واضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعني يحذر من النهج الذي ينتهجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يعني يؤدي إلى مركزة القرار بيد سلطة واحدة وهي سلطة رئاسة الجمهورية. وخاصة في نقطة أتت في البيان أن الاتحاد يدعو إلى الحوار، ويعتبر أن هذه الأزمة الواقعة في تونس هي يجب أن تكون يعني أو لا تحل إلا بالحوار والجلوس على طاولة الحوار. هذا الحوار الذي يقول الاتحاد في أكثر من تصريح أنه يجب ألا يغيب المنظمات والأحزاب. يعني من الأكيد أو من الواضح أن هذا البيان سيكون له وقع على المشهد السياسي التونسي. طيب أيضا موقف الشارع ورأيه في هذه الإجراءات المتواصلة وأيضا الردود عليها. بالفعل يعني الشارع التونسي ربما يشهد إلى حد ما حالة انقسام. يعني منذ 25 من يوليو عدد من مناصري قيس سعيد وهم كثر يعني في الواقع الذين يعتبرون أن إجراءاته إيجابية، إلا أن هناك يعني تحرك واسع بعد شهرين وتبلور كبير على مستوى النخبة السياسية والمشهد المجتمعي في تونس، خاصة تبلور في الدعوة إلى تظاهر ضد قرارات الرئيس. هذه الدعوة التي نفذت يوم أمس في السبت الماضي يوم 18 من أيلول سبتمبر، وهي التي تدعو مرة أخرى إلى الوقوف ضد إجراءات الرئيس بالدعوة إلى تظاهر في وقفة احتجاجية بعد غد الأحد. عموما يعني هناك حراك فعلي نخبوي سياسي حتى على مستوى المنظمات أيضا، يقوده بعض العارفين بالشأن السياسي التونسي وبعض حتى قيادات الأحزاب. شكرا. التي تدعو إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس، لي يعني اعتبار أن قرارات الرئيس هي تنسف وفق ما يصفونه مكتسبات الثورة التونسية الصغيرة. شكرا لك جزيلا أميرة مهذب من تونس.